الأب وسام منصور من كهنة البطريركية اللاتينية في الأردن بذكرى مرور 20 عاماً على رسامته الكهنوتية وخدمته الرعوية في العديد من رعايا المملكة. وقد أقيم بهذه المناسبة قداس إلهي في كنيسة مار يوسف جبل عمان، ترأسه الأب وسام منصور بمعاونة عدد من الأباء الكهنة وبمشاركة جوقة الكنيسة وبحضور عدد من راهبات وعائلة الأب وسام منصور وجمع من أبناء الرعية. الرب يبارك خدمتكم ويسدد على طريق الرب خطاكم. عالم اليوم وإنسان اليوم بحاجة لشاهد، لإنسان عايش هاي الكلمة، عايش هاي الخبرة الروحية. فلهذا السبب لما نحتفل بعشرين سنة كهنوت حتى نتذكر كل نعم ربنا وكل عطايا ربنا اللي تمت، وما نوقف فقط عند بعض المحطات أو عند بعض الأزمات اللي ممكن تكون حاجز أمام شهادتنا لقداسة كنيستنا ولقداسة إيماننا اللي بيبرز من خلال مسيرتنا مع الرب وحضورنا مع الرب. فنعمة الكهنوت بحاجة لشكر ربنا دائما وباستمرار حتى ما يكسر المجتمع فينا هاي النظرة للمثال والقدوة الموجود بيناتنا. إذا بتلاحظوا كل الأمثلة وكل النماذج في مجتمعنا انكسرت، قديش كان مكان المعلم عالي، قديش كان قدوة لجميع الناس، هلا صار مجرد موظف. قديش كانت مكانة الأم ومكانة الأب عالية في حياتنا، ولكن هلا صاروا مجرد أشخاص بأمنوا الأمور وحاجات أساسية لأولادهم. نفس الشيء الكاهن، كم كانت مكانة ودور الكاهن عالي في حياتنا وفي مجتمعنا، عم نفقد هاي النظرة للقدوة اللي موجودة في حياتنا. فصلاتنا اليوم إنه ربنا يعزز فينا هذا الإيمان ويعزز فينا هذا التقدير وهذا الشكر والعرفان لنعمة ربنا اللي موجودة بيناتنا من خلال سر الكهنوت المقدس.